مرحبا بكم مشاهدينا دائما في حصة مع السفيرة اللي تطلع عليكم عبر قناة النهار تي في، ودائما مع عدد آخر جديد وكذلك كما نقولوا مواضيع جديدة كذلك راح تعجبكم انتوما بزاف سيداتي وأنستي، وخاصة يعني اللي عندهم مناسبات، اللي راح يختن، اللي راح يتزوج، اللي راح يدير الحنة، يعني هذا كامل راح نشوفوه اليوم. لكن قبل ما نسرح بالموضوع خلوني نرحب بالضيفة تاعي اليوم، راح تقاسمني هذا العدد تاع اليوم، هي السيدة من نور لميا اللي جاتنا من البيير. فوالا نرحب بك لميا، صباح الخير. صباح الخير وسيلة، صباح الخير ليكيب تكنيك، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نقول لك يعطيك الصحة، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. بلا مزيان، دار دارك لميا، وانا نقول لك ميرسي بوكو اللي جيتينا اليوم وشبحتينا هذه الطابلة. الله يسلمك. نعاود نقولوا برك المشاهدين لميا نفهمهم ان الموضوع تاع اليوم هو طريقة اختيار، يعني الشمعة على حساب المناسبة، على حساب لو تيم تاعنا. ولميا اليوم واش نقول لكم، جابت لنا حاجات بزاف شابين. الوغ لميا، قبل ما نبداو ونوروا لهم واش جبتينا اليوم، احكي لي شوية كيفاش حتى رحتي لهذا العالم تاع الشمع. بون وسيلة، انا طونك جو سوي كوم توت لي فام الجيريان، كامل النساء طموحات يحبوا حاجه تاع اليد، مالغري يدرسوا في الجامعات ويتحصلوا على شهادات عليا، لكن عندهم شغفهم سواء للمطبخ سواء للطرز سواء لاي شيء. انا ملت للشموع. ملتي للشموع. وعلى فكره يعني انت قلتي لي انك تحبي تطبخي، طبخنا ديري لا بغودغي، راح نشوفوا هذا كامل اليوم. يعني الله يبارك، ما خليتي والو في التقليدي، مع انك يعني عندك خدمتك وعندك التزاماتك وعندك بزاف امور، يعني الله يبارك. لكن وشنو هي الحاجه اللي شداتك؟ اكيد كاينه حاجه شداتك باش رحتي للشمع، تحبي الالوان ولا تحبي الريحه؟ حبيت سكي كونسيرن ديكوراسيون. دونك انا نشوف باللي الشمع يليقوا بزاف، سوا في غرفه نوم، غرفه الاطفال، في المطبخ، في الصالون، مام في السيارات. مام في السيارات كاين دي فوندون سبيسيال فاتور، يطلقوا رائحه، يعطوا رائحه زكيه ويعطوا ديكور للسياره. انا وحده يعني نوافقك الراي، لانه انا بو مور الشمع تهديني، نشوفها راحه، تعبر على السكينه، على الراحه، سورتو كي تكون تريح زيد اونكور، يعني فهمتي تديك بعيد يعني. وماشي كاع الناس يعني يعرفوا هذا. لكن بالك انت تاني حتقولي انه بالك تلاحظيه بالك مع الزبائن تاعك، ولا انهم ولات حاجه على مود كيما نقولوا، على الموضه. فوالا، الناس ولاو يعني يكمونديو الشماع، يديروهم في كل مناسبات، يديروا عشاء يشعلوا الشماع، يديروا ماشي لحاجاتهم الخاصه، ما يقدمهم كهدايا. بيان سور، هذا راح نشوفوها. نجاح تاع البكالوريا مثلا، نجاح التعليم الاساسي، في الزواج، في الختان، في كل مناسبه. وجوستومون هذا هو الموضوع تاعنا، هي كيفاش نختاروا يعني الشمعه على حساب المناسبه اللي تكون عندنا. الوغ راح نبداو هنايا. اول حاجه انا اللي عجبتني نبدا بها هي هادو الشمع تاع دراري صغار. نعم، يعني اللي خدمتيهم للاطفال الصغار هاد الشموع، خدمتهم الروضات والاقسام الابتدائي. جوستومون خليك تحكي عليهم انت. يعني اولا رسمتي على الشمعه حاجه بزاف شابه، ماشي زعما قال لصقتي عليها اوتوكولا ولا مرسوم باليد. كيفاش حتى جات الفكره؟ انا جاتني فكره انه قلت صوتوا الاطفال يحبوا الالوان، يفرحوا بحاجه كي تكون جديده. صح، باش الطفل يحب الشمعه ويوالف الشمعه ويحب يشدها، فكرت اني قلت لي ما لا نعمل مثلا هنا كيما راكم تلاحظوا، هنا هذا فانوس يرمز المولى النبوي الشريف، وهنا طفل، طفل صغير شاهد كتاب، كتاب الدين، باسكو المولد النبوي الشريف معروف بالحفظ القران، معروف بالاحتفالات. وقلت لي ما لا نذكر نكتب اسم، راح يكون له كذكرى تذكره. صح، يخليه مام كي يستعمله في القسم، راح يديه للبيت ويخليه كذكرى في بيته. صح، يقدر يستعمله في العشاء مثلا، في المأدوبات العشاء اللي حتكون يحتفلوا بالاهل تاعو يقدروا يستعملوه. صح، مام الاطفال كل واحد كي تقدر كل شاب مام تكوموندي، كل واحده على حساب افراد العائله. خدمت العائلات، خدمت العائلات كثير في رمضان. بزاف حاجه شابه، هنا هنا مدام ادم دونك طفل صغير، وهنا كاين طفله، انا مثلا انا طفله، طفله اسم زهره. دونك فوالا، اخترت على حساب الجنس انثى يعني ذكر ولا. والمولد احلى اكيد مع الاطفال. صح، هما اللي يزينون كما قلتي، هما اللي يزينون، هما كل شيء. صح، فكرت اني نزيد كلمه المولد احلى مع الطفل اللي راح. لا 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 لا، يعطيك الصحه. يعني اون بلوس انتبهتي لنقطه مهمه جدا. كذلك راني نشوف هنا امامي حاجه واحده اخرى، انه كثير وين يلحقوا لي بزاف اسئله، يقول لك انه ما يحملوش مثلا لي برودوي اللي نديروهم باش يبعدوا علينا الناموس، لي برودوي كيميك مثلا، لي ديزودوريزون خاصين بالناموس، يطرد الناموس وكذا. يقول لك انا وحده عندي الرغجي في الدار، بكل صراحه ما نحملش انا، يعني الزوج لما يبدا يفشفش كيما نقولوا ما يعجبنيش الحال، باسكو ديجا شويه الرغجيك نتخنق ما نحملش. لكن دي فوا الناموس وبلي جي ديري باش تبعديه من الدار كومبليتمون. انت يا خممتي انه ديري حاجه طبيعيه يعني بالشموع باش نطردوا الناموس، احكي لي عليها شويه، راهي هنايا امامي. بون وسيله، كاين حاجتين نقطه مهمه نطرقوا ليها. هو كاين ثلاث انواع من التركيبات الشموع، كاين شموع نباتيه، شموع حيوانيه، وشموع معدنيه. الشموع هنا عندنا نوعين، كاين اونتي غريب اي اونتي موستيك. صح، يتخدموا 100% من شمع النحل.
شع النحل يعرفوا يعرف انه فيه ماده يقول لك سامه النحل يطرد تكي يطرس الانسان ايه. شمع النحل هو عباره عن 100% شمع النحل هذا اونتي غريب. وراني نشوف شوفي بصح مزيته علاش نقول لك مزيته علاش اونتي غريب فيه زيت الكاليتوس الزيوت الاساسيه نعرفوا انه ديجا الكاليتوس مبخروا به ديجا عاده يعني من زمان في الدار باش نتخلصوا من الفيروس تاع لا غريب. زيت الاكليل نقدروا نستعملوا زيت الاكليل زيت الكاليتوس هذه في اونتي غريب صح و100% شمع النحل طبيعي هذا 100% طبيعي لما تشمي يعني شوف رائع جدا يعني هذا وي ريحه كاليتوس داير ريحه فوالا ريحه الكاليتوس كاين اللي في يدك هي اونتي هذه ريحه جايه واحده اخرى اونتي موستيك واش فيها 100% دائما شمع النحل وفيها زيت الحشيش كاين فيه مركبات تاع انواع الحشيش اللي تطرد الناموس عن زيت زيت الحشيش هي نفسها زيت اللي حشيش الليمون لا فوالا اللي راهم يستعملوها بزاف ثاني في نعم فوالا ثاني فيها 100% شمع النحل وفيها 10% من الزيت يعني هكذا ميم واحد اللي عنده اون الرجي ميم الطفل ولا عنده الحساسيه ما يضروش سواء الطفل سواء المراه الحامل ميم اللي تري كونسي بور لي فامون سيت هذه حاجه مليحه نقطه مهمه يعني ما يضرش يطرد ناموس وما يضرش باسكو الشمع معاك يدوب مع الزيوت الاساسيه تاعو يقدر يكون سام دار وراح نستمتعوا بنفس الوقت في الرائحه هذيك الزكيه تاعو حاجه باينه كذلك هنا عندنا يعني ديفوندون هذوما كيما نشوفوا هنايا في الطاوله عندنا ديفوندون يعني هذوما وين نقدروا نستعملوهم كامل لي فوندون هذو ديفوندون جينيرالمون يدوهم العرايس لي تخوسو تحتهم في لي فاليز باش يتلقوا رائحه زكيه من في الخزانه صح يدوهم الاولاد دوكا اون توندونس بكري يديروا الصابون يديروا اسمه هذا صح صح كانوا كانت غير الحاجه اللي تريح هي غير الصابون غير الصابون لكن دوكا خرجوا هذه الاشياء اللي والميزه المليحه في لي فوندون انك تقدري تختاري العطر اللي تحبيه عطنا على لافون على حسب شخصيتك الظاهر عندك كاع نوع الزيوت واللي تحبي انت العطر تاعك كما قلت على حسب شخصيتك وتقدري تحطيه ايضا قلت لك في الخزانه ماهوش خصيصا للعروس لانه هي العروس للتوندونس مي نقدر اي واحد يحطه في الخزانه صح. ورائحه تاعو لا لا واحد يحب يسافر يدير داخل لافاليز ولا قاعد الرائحه تاعو يعطقو كيما نقولوا والشكل اللي تحبي الموتيف اللي تحبي اللون اللي تحبي كان يحبوا الابيض كيما عندنا هنا صح هادو يدوا قلوب صغيره قلوب صغيره كيما راهي رائحتهم رائحه الورد يريحوا بزاف شابين يعني فرانشون جي طابله حنايا راهي تريح بلا ما الريحه راهي تعبق الله يبارك بلا ما شعلنا بلا ما حطينا بلا ما والو وتقدري هذه تديه باغ اكزوم يدو في المهيبات انا نخدمهم بزاف المهيبات باسكو يدو الطبق تاع العروسه يزيدوا لها دي كالكو بوكس هكذا صح صح داخله انت وبس حاجه شابه تفرح انا كي نشوف حاجه تطلع المغال كيما نقولوا حاجه مليحه عندي هنا ثاني قدامي شوفوا دي بورس هكذا سيداتي ونساتي فوالا شوفوا دي بورس وحده راهي فيها هنايا خمسه وحده فيها اون بيرل هكذايا شوفوا بالوان ثاني مختلفه هادو ما فيهوش نقدروا نستعملوهم لميا شوفي وسيله هادو فيهم عده استعمالات ولا تشفي زمان كانت نحنوا بهم العروسه صح اللي كانت العروسه دير لو غون ديروا لي غون نحنوا بهم الان تطورت ولات نقدروا نستعملوهم في عده اشياء مثلا هاد لابوس تاع لي فوندون صح تحبي تحطيهم لداخل تحبي مثلا تهدي حاجه تسطري باش ما يبانش صح من بوطه تاع خاتم نقدروا ثاني لي سيفال تجي بزاف شابه اكزاكتومون سان بارفيتو حنا تزيريها هاي لك لابوس مي هنا الحجم تاعها راه شويه كبير نقدروا نخدموا يعني تخدمي على حساب ونقدروا نخدمهم بالقماش العادي او تيسو لاسوا ولا بالفودان بالقطيفه نطرزوهم بالدوغي صح اللي يحبوا نكتب لهم الاسم سي فغي سي فغي دوك ولاو ما يمدوهم في الحنه كي زعما العروض الحنه تبدا حباباتها باكي حنه لداخل مع شويه الاخر يعني ونشبعوا وتمدوهم نقدروا نعملوا فيهم مثلا نقولوا هاد الشمعه الشمعه هكذا تخليها لداخل فوالا هذه وتحطيها في الطبق مع العروسه تحطي لها صح حاجه شابه بريزونط نقدروا نديروا فيها بزاف حاجات صح 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 نقدروا نديروا بزاف حاجات يعني ما شاء الله فوالا هنا ثاني عندنا هنايا راني نشوف هنا راني شموع خاصين كذلك هذوما تاع الريحه تاع نورمال تاع نديروا نشعلوها في المطبخ تحطوهم في البيت فوالا في لو سالون وتريح مليح بعد هذوما هذوما وسيله ولا لاحظتي راكي تشمي الرائحه بلا ما تشعلوا اكزاكتومون الريحه قلت لك ديجا من الزيوت من العطور تفضلي تكلمي على الزيوت اللي علاش سبيسيالمون اللي نشم فيها بلا ما شعلناها دوك نقول لك علاش شوفي عندنا نوعين من الشموع كاين شموع الاناره صح باش نشعلو فقط الزينه صح شموع الزينه ولا لي فوندو صح هادو مثلا فيهم 5% من نسبه العطور صح هادو تلحق حتى ل 20% لانهم مش الاناره
صح عطريه ومن طونزينه صح دونك لا يعني هذه نشعلوا نسبه فوالا باش تضوينا فهذه باش كيما نقولوا باش تريح ما كاين لك وتلاحظي ما يشمشوا له رائحه راهي تخرج واخا نقول لك يعني ما كاينش كيفاش نلحقوا لكم سي بيان دوماج مي ان شاء الله يعني يتوازنوا معك باش تعرفوا واش من واش انا نهضروا راح تشوفوا يعني تتاكدوا من المعلومات اللي انا نقولوا فيها اسمها هذه قلت لي هذه باش لترطيب الجو لترطيب ونستعمل العطور الزيتيه خصيصا للشوا صح راهي نوع خاص يتبع على لافونت سيترون كاع لي بارفيمي كاينين دونك سبيسيال شمع صح وما يجوا في دأنابيب صغار هكذا ثمن تحم باهظ جدا صح لكن استعملوا النسب مئويه خاصه لكل عندها الدوزاج يعني عندها كذلك يعني لاحظ انه الشموع تاعك لا في نساء تاعها بزاف شابه واش هو السر زعما السر هو الاتقان هو التركيبه وهل الماده تاع الشمع ماده الشمع تلعب دور كبير لان فيه شمع مستورد من الصين من مصر من ماليزيا احسن بلد مثلا هي كاين شمع صاديبون كاين شمع كيما البارافين الاحسن هو من الصين كاين شمع الصوجة من مصر فيه انواع مثلا لكي تلاحظي هذيك بيضاء الشمعه هذيك بيضاء اكثر من الاخرين فيها ميكرو كريستالين نوع من الشمع الصلب نزيدوا له نسبه مئويه باش يعطي النصاعه ويعطي صلابه وي حاجه بزاف شابين راني نشوف كذلك هنايا عندنا لي فوندون اللي راهم زعما يجوا هكا فوق البخارات باش نحطوهم ميتو كذلك الله يبارك يعني تشكيله جميله جدا حاجه اللي يعني جلبتني هي هذا الطربوش شوفوا سيدتي وانساتي يعني اللي عندها ولدها ولا رايح كيما نقولوا يطهر يعني هذه حاجه بزاف شابه نشعلوها باش نستقبلوا بها الناس ولا هذه اون بلوس تريح يعني وشنو النوع تاع الريحه ديجا المسك الطهاره مسك الطهاره كيفاش يعني حتاجاتك هذا شوفي اسمها حاجه هذه جديده حصريه اول مره حصريه في حصه مع السفيره فوالا مع السفيره وسلمك احكي لي لميا كيفاش حتى جاتك الفكره باش ديري هذا الطربوش دوك نحكي لك فكره هي كنت كل مره نعمل مثلا ختان ولا نعمل نفس الشمع نكتب طهاره نكتب ختان حبيت تخرجي شويه حبيت قلت لي ما نستعمل احد من اللباس تاع الطهاره صح عندي مام لو بابوش ما جبتوش مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله اكيد مرحبا لاني كان الوقت شويه ضيق خممت قلت لي مالا نعمل شكل كاس شكل يشبه شكل الطربوش نغلفته هنا بالفوضان كما راكي تشوفي لون الطربوش ودرته طرز بالدوغي بهنا ختان مبارك ادم تكتبي اسم الطفل طفل عفوا معليش هذاك الحشو شويه الطفل ودرت ثاني دي موتيف تاع الطربوش لا خرج شباب بزاف يعني بابوش هنا وهنا الطفل وجا شباب بالدوغي شغل كيما هذاك وهنا الطفل يرمز للطفل الصغير وهنا الخمسه باش نبعدوا عليه العين كاعتقادات العائله الجزائريه يقولوا الخمسه وهنا الدعاء باش يطول الطفل في عمره وينجحوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كامل وليداتنا ختان مبارك ان شاء الله لكل الاطفال ان شاء الله لكل الاطفال يا رب هذا جبتو حصريا لقناه النهار مازال ما نتوش تاعي الله يسلمك لا حاجه بزاف شابه الله يسلمك يعطيك الصحه كذلك عندنا هنايا راني نشوف شموع خاصه بالمولد النبوي الله يبارك كل حاجه ولا توج تاعها كاع نحبوا يعني كاع العائلات يحبوا يشعلوا الشمع ومازالت عندنا ثاني هذيك العاده لم يبالك توافقيني انه نشعلوا الشمع على حساب افراد العائله صح حتى الغايب نشعلوا الشمع تاعو نحطوا في الكوان صح ندو يعني هذاك نهار الدار وراني نشوف اللي جبتينا يعني تشكيله جميله جدا تاع عجبتني انا سورتو هذه تاع السكريه هذه يعني بزاف شابه كيفاش جات حتى خدمتي في السكريه هذه اول فكره جاتني اني مره خدمت فيها طمينه درت شكل طمينه صح ما عنديش المنتوج كان خلاص لي المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله درت هنا اوكي فوالا تلاحظوا هو كاس عادي كاس عادي فوالا ودرتي فيه فيه هذاك الموتيف تاع وزدتي كتبتي عليه يعني كتبت عليه مولد النبوي الشريف تقدر تحطه في طاوله العشاء كيف ما عندك الضيوف الريحه واش قلتي حليتي خرج واحد الريحه ما شاء الله شنو هذه الريحه هذه العود العود فوالا ريحه العود يعني حتى مع الموسم يعني صح ملي ما يحملش ريحه العنبر كيكون قاطع ولا يقدر يدير شمعه هكذايا ترومبلاسي دونك اخترت العطر والموتيف يعني حتى راني نشوف انا في كل مناسبه يعني المولد اخترتي العود مثلا في الدار كل حاجه بالريحه اللي تدي تقول وليفوندو الورد جينيرالمون لي فان يحبوا الورد الورد يقول لك ياسمين لا لافوند صح سي فغي انا واحده نحب لافوند زعما نحبها بزاف دونك الموتيف والعطر يتناسب من خير مع اي مناسبه لا يعطيك الصحه وكذلك نشوف هنا عندنا شموع مام للزينه شموع الزينه ولا لا هكذا حامل الشموع نزينو مام كيما هادو لي غوز ملح حنه العروسه حنه العروسه كذلك يعني تقدر توالم حنه العروسه ايتو هادو ثاني بالالوان هادو بالالوان هادو كيما راهم يشوفوا كذلك يعني 3 بارفان 3 كولور فريمون حاجه بزاف شابه اون بلوس سي ان ديكور ديكور سي ان ديكور هذا هاوم
تشوفيهم يحطوا في المطبخ وي. وعندي تشكيله اخرى في المطبخ المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله كذلك لم يلا يبارك ماشي غير مع الشومه راكم تشوفوا كذلك الطرز يعني تتمارس الطرز اليدوي كذلك راكم تشوفون الشكر كثير على الهديه اللي بلمزيه الطرز راكم تشوفوه مورايا هنا تاع قناه النهار دارت لنا طنيبر مكتوب فيه قناه النهار نشكره كثير لميا على هذه الهديه يعني الله يبارك مسيتي من كل شيء اكيد. وكيفاش يعني العائله كيفاش يشوفوا لميا في هذا الانتوغاش كامل تاع يعني الخدمه تاع الصنعه هذه؟ شوفي هي اول مره كي بديتها سيتي الام تاعي هي اللي شجعتني. الله يبارك نحيوها. الام تاعي مام الزوج تاعي شجعني الحمد لله دوك شجعتني قالت لي مالا باسكو شافتني بلي اي حاجه نحبها نجحت فيها حبيت صح. الطبخ نجحت فيه حبيت الحلويات نجحت الله. فيهم قالت لي مالا شي جميل وتفرحي العائله كانت البدايه تاعي وسيله هي مع الاصدقاء والعائله محتشمه بس ما بديتي شغل غير بيناتكم برك تهديهم تهديهم بيناتنا خدمت ليش مع الامي ابني زوجي العائله صح. صح. ومن بعد قالوا لي لما لا توسعي من بعد بديت بالاصدقاء الاصدقاء الاقربين ومن الاصدقاء هما جابوني ديكم تاع الناس والحمد لله عندي اسم تاعي الحمد لله واليوم راكي هنا معانا الله يعيشك شكرا يعطيك الصحه وعدنا ما تكلمتيش وسيله على الحنه تاع ايه بيان سور جاي الحنه تاع العروسه هذوما نشوف فيهم باش زعما هنايا هذوما لا فامي البنات تاع لا فامي تاع فامي يقدروا يشعلوا معاها مام العروسه مام العروسه كي تدخل للصاله ولا نديروا هذو يكونوا صفوف مثلا ذكور اطفال والبنات فوالا هذه يعني وان بليس خدمتي كعده الوان عدة يعني شابين فوالا هذه يعني يروحوا معاها تحنه تاع العروسه اسمها هذو يخدموا مع الطبق مع الطبق يروحوا معاها يعني معاها الطبق يديروا كي تكون تحني باش يعطي مام كي يشعلوا يعطوا الوان يعطوا صح لا مام الالوان اللي خدمتي بها كذلك بزاف شابه وتخدمي اللي سقتيهم بالبيستولي هذوما البيستولي عادي سامبل عادي عادي جدا صح ونشوفوا هنايا بزاف شموع دوك يعني تشوفوها من بعد معنا يعني شموع عديده واشكال جميله جدا يعني راهي متواجده معنا واش تقولي للسيدات اللي يحبوا يدخلوا هذا العالم واش نصحيهم اول حاجه بالنسبه لهذا العالم تاع الشموع وكذا هما لازمش تخافوا صح ما لازمش تخافوا كونط اون فون بو كي نحبوا شي نلحقوا له والمراه الجزائريه معروفه بطموحاتها المراه الجزائريه معروفه واش تحب تلحق صح معروفه يعني المراه الجزائريه في كل نجحه في كل الله يبارك عليها في ما يد اداريه في البيت ما من المراه صح. اللي ما تعملش ما عندهاش مستوى دراسي نجحت صح كلا في تخصص نقولها لي تحب تبدا بسم الله يعني صح. تقدري تبداي بالقليل ما تبداي بشويه بشويه وان شاء الله مع الوقت لانه مثلا كما قلت لي مقبله انه يعني اثمان تاع الزيوت حتى تاع الشموع يعني اثمان كما نقولوا كما نقولوا اثمان غاليه يعني بالك يسمعوا هكا يتخوفوا يقول لك نجوا نشرو نسيبوا روحنا مكلفين بمواد غاليه واش تقدري نصحيهم باش يقدروا يبداو مثلا في مثلا ما تبداوش بالشموع العطريه تبداو بالشموع الاناره شموع الاناره 5% من العطور من الزيوت العطريه وتبداي بشويه يعني شمعه شمعتين كي تخدمي تبيعي بهذاك المبلغ تقدري تعاودي تطوري هذه حاجه باينه وتقدري تلحقي تبداي بالعائله بالصغير بالصغير ما كاش حاجه لي انسان بداها نجح في اول يومه صح. هي لازمك الصبر وسيله اكيد صح. لازم الصبر ولازم تكون عنده ثقه في نفسك صح يكون عندك ثقه في نفسك بلي تقدري تلحقي تنجحي الحمد لله يا ربي ولازم لله. تكوني دائما عندك الطاقه الايجابيه وتكوني ايجابيه في حياتك صح باسكو لو كنت تبعي السلبيين الطاقه السلبيه راح ما تنجحي اي تحبسي تفشلي تفشلي راح تفشلي واكيد ما يكون بعدا من الفشل ما يجيبش الابداع اكيد اكيد حاجه بين راح تحبسي في مكانك وما تقدري ديري والو انا فريمون نحييك ونقول لك لانه الحديث معك شيق كثير يعيشك شكرا وسيله ونتمنى ان شاء الله نزيد نستضيفك في إن شاء الله. حلقات اخرى باش شرف ليا لانه لميا يسلمك شرف متبادل لميا يعني ماشي غير في الشموع عندها بزاف يعني صنعات في يدها حنشوفوها كل خطره حنشوفوا حاجه مع لميا الله يسلمك نقول لك شكرا ليا. كثير اللي جيتيني اليوم شكرا خاص سمحي لي نسيت شكرا خاص كل زبونات تاعي اللي دايرين فيا الثقه نقول لكم يعطيكم الصحه ودائما معايا تشوفوا ان شاء الله غير جديد ان شاء الله يا ربي العالمين كما عودناكم نساتي وسادتي ان شاء الله كل مره حاجه جديده في حصه مع السفيره اللي دائما نقول لكم كانت معكم وسيله ابو لحيه اللي يطلع لكم عبر قناه نهار تي في سلام ونتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر ان شاء الله شكرا.